انا مش بقول ما تتفرجوش، ما احنا كلنا بنتفرج وكلنا بنشوف التايم لاين والصفحات بتاعه الناس، لكن ما نقعدش نقارن. هو الغلط المقارنه، لكن لو بصينا عليها كده اون باسون يعني عادي اي صور وبنتفرج عليها تمام، لكن لو بدات بقى تقارن هتبدا في موضوع حقد واحباط. طب ليه ما تكونش عندها رضا اصلا؟ لازم طبعا رضا، بس يعني رضا لمن يرضى، رضا لمن يرضى. في ناس طول حياتها بتعيش تدور على الرضا وما تعرفش توصل له، يعني الموضوع ده مش سهل ابدا يعني. فنتفرج بس من غير ما نقارن، لان لازم نحط دايما في الاعتبار ان دول ناس بشر زينا زيهم، عندهم مشاكلهم، عندهم الحاجات اللي بتفرحهم، عندهم همومهم، عندهم كل حاجه، ممكن يتعبوا، ممكن يروحوا لدكاتره، ممكن يكونوا بيعانوا اكتر مننا كمان، مش الحياه كلها وردي كده زي ما احنا متصورين. الفكره كمان زي ما بيقولوا اساتذه علم النفس ان اي مقارنه بين اتنين بتبقى ظلم، عمرهم ما هيتوافقوا، يعني خصوصا انه اغلب البشر لما بييجوا يقارنوا نفسهم بغيرهم بيختاروا اسوأ حاجه عندهم يقارنوها باحسن حاجه في اللي قدامهم، وبالتالي بتبقى المقارنه دي متعبه جدا على كل المستويات، يعني انت اللي بتضر نفسك اولا، فما ينفعش نقارن نفسنا بحد. هي المشكله في الحيطه، انا عندي حته زياده في اوضه النوم، ممكن اخدها في رولاده كده ندهنا ونحل على اللي انتوا عايزينه. انت عندك فيسبوك؟ انا والله لا. طب الحمد لله، انت مرتاح، انت بريح دماغك، انت لا في تايم لاين ولا حاجه. عندك ايه طيب؟ كل حاجه، الستر، انستجرام، والصحه. عندك انستجرام؟ عندك انستجرام اللي عمرك ما رديت، بتمسكوا لمين الانستجرام بتاعك ده؟ اللي بيحصل بقى يا جماعه ان مثلا بدانا نبص او نركز على تفصيله في حياه حد غيرنا، هنبدا نعمل ايه بقى؟ مش دي المشكله، المشكله الاكبر ان احنا وقتها مش هنخلص، هنبدا من تفصيله لتفصيله لتفصيله لتفصيله، هنخش في الدوامه، وتفصيله تسحبنا لتفصيله ثانيه، والمقارنه مش هتخلص، هتلاقي طول الوقت في مقارنات مع ناس غيرنا احنا في غنى عنها. وال يعني الأسوأ من كده بكتير ان احنا لو بدانا نرهق ازواجنا بالمقارنات دي، لان احنا بنشوف ونقارن، بنبقى عايزين نبقى زيها، فلاقينا واحده مثلا عامله حاجه او جايبه حاجه، فتروحي مثلا لجوزك اللي على قده تقولي له انا عايزه كذا، بصي فيجيب منين؟ بصي هو اكتر ناس بتقارن ستاتها باللي في السوشيال ميديا الرجاله، ده حاجه ثانيه، مش عايزه تدفع حاجه، ابو لميس حاجه ثانيه، صح ولا لا؟ ايوه، اول ما بيشوف واحده حلوه يروح يقول لها ما تعمليش ليه زي القمر دي؟ لا بيقول الله يكرمك ما تنفعليش، صح ولا لا؟ هو من طبيعته يقول لها انا عايز من دي. يا سلام، وليه هي ما تقولش عايز من دي؟ عايز من دي، مش عايز مراته تبقى دي، هو عايز دي واحده ثانيه. لكن انت لو مثلا شفتي واحده عامله ما اعرفش شعرها ايه، جايب لها عربيه بفيونكه حمراء مثلا، هتقولي له انا عايزه زي البوست اللي انا شفته، هتروح تقولي لجوزك انا عايزه زي البوست اللي انا شفته ده. واحده نزلت على الفيسبوك يا حبيبي جوزها ربط لها عربيه بفيونكه في عيد ميلادها وحط لها تحت الشباك، ممكن تعملي زيها؟ طب هو يجيب منين عربيه؟ هو يجيب الفيونكه.